جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الدعاء في جماعة بعد الصلاة جائز سواء أكانت الصلاة فرضا أو نافلة؟ الدعاء الجماعي غير جائز وهو بدعة، أما الدعاء الانفرادي من أن يدعو المسلم لنفسه ولإخوانه المسلمين منفردا عن غيره فلا بأس بذلك بعد الفريضة وبعد النافلة، لأن هذا الوقت مظنة الإجابة بعد الفريضة أو بعد النافلة على إثر الصلاة فيرجى إجابته، لكن بصفة انفرادية لا بصفة جماعية. نعم.